عيد الفطر وعطونا حبة منوم ما حسينا معها عشي. بهالفترة ما تبدلت المعطيات الرئاسية ولا شفنا الضو اللي بآخر النفق. وحدهم عرب خلدة يلي بقيوا واعيين بالعيد، وبدل حبة المهدئ انبلعت معهم حبة المظلوم بعد أحكام المحكمة العسكرية. أما حبة الهلوسة فأخذها بعض النواب والمرجعيات السياسية يلي حبت تستغل هالمناسبة لتطلع بمهرجان انتخابي. شباب، هيدا مؤتمر داعم لحق عرب خلدة بقضيتهم المحقة مش حملة. ما فهمنا لشو جايين حضرتكم؟ ما يعني ما يكون ريف انتقل من نائب بطرابلس لمختار بخلدة أو شي؟ وقال قلوبنا مفتوحة لتسوية النزاع، ولن نقبل ولن نرضى، ولن نخشى ولن نركع ولن نرضخ. لن 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 لمين هاللن؟ ما سمعناها بسحة النور هاللن. ونزيه متى جاب لي سيرة رئاسة الجمهورية مواصفاته؟ خير، شو خص شعبان برمضان؟ عالم عم تشتكي بتقلي رئاسة؟ وميشيل معوض قال أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، وأكلنا أكلنا أكلنا. مين هالجوعان يلي عم يأكل كل هالملفات؟ أكيد لازم ياخد هيدا المؤتمر ساعتين طبيعي، قليلة ملا كلمات، ما أنه عرب خلدة ما كان بدهم إلا التضامن والعدالة مش التزقيف عالشعارات. أما حبة العزة والكرامة هي أغلى حبة بالعالم، فكانت حريصة على الجيش والاستقرار على غير عادي. بس شو بدنا بالحكي؟ هني أشطر ناس بتعملوا السقف وتدميروا على راس أي لبناني غير ممانع غير مقاوم وغير مطابق للمواصفات. بتصدقوا أنه نومة أهل الكهف يا جماعة كانت أقصر من نومة الدولة وغفلتها عن مصلحة المواطن؟ وهلأ صحيت البلديات والمحافظات فجأة بدون إبداء أسباب على موضوع ترحيل اللاجئين السوريين واتباع إجراءات لمراقبتهم تنظيمهم أو ترحيلهم. هلأ صح الأزمة لا تقتصر على وجود اللاجئين وترحيلهم، لكن مسألة دخولهم على سوريا وعودتهم منا على لبنان تسقط عنهم صفة اللاجئ أو النازح. هيدا صار سائح طالب علم عمل، ما واحد هربان من الحرب أبدا، يلي بيروح بينتخب الأسد وبيرجع، أو بيجيب لي معه برازق وزعتر حلبي ومية دراكيش، أكيد مش نازح لنتفق على المبدأ. ومبدأ تاني أنه ترحيل الهاربين والنازحين والخائفين من البطش وتسليمهم للتعذيب والقتل هو حرام قطعا، أما الشبيحة فتسليمهم حلال شرعا. بالمقلب الآخر الحمد لله بنشكر وزارة الخارجية اللبنانية اللي مدت إيدها إلنا وكتبت فيها تصريح أشادت بمساهمة السعودية بإجلاء الرعاية اللبنانيين من السودان، لأن دولتنا ما فيها تتزحزح من محلها، بيصيبها شلل لما تحسنا هيك بخطر. هي بتبلغ بتتابع بتشكر، بس منيح اللي عندنا هالمملكة تطلع فينا شوي وإلا ما كان حدا تحرك. وانتصار إلهي جديد كان بفضل الفتوش، التبولة، صحن الحمص والبابا غنوج على لائحة موقع أطلس. نحنا بالمطبخ حرزانين، أوف بيطلع منا كتير. حطونا بس بالمطبخ وشوفوا كيف إنجازاتنا بتعف عف. بس وين راحت أكلاتنا التانية؟ وين الفول؟ وين المنقوش بزعتر؟ وين الفلافل؟ أخذ العدو؟ من وين لوين؟ وين أصحاب العزة يرجعونا الفلافل؟ شو ما اكتفوا أخذوا فلسطين؟ سرقوا لنا حدودنا البحرية وسيادتنا ومزارع شبعة؟ لسه الفلافل؟ عموماً إنجازاتنا بالمطبخ هيك مسمعة لبرا وبينحكى عنا، بس بالسياسة والاقتصاد بلاها عن جد عشنا ويا ما شفنا.